السلام عليكم. حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. تخيل الناس مجموعون في يوم الحشر والشمس قريبة من رؤوس العباد، إلا سبعة يظلهم الله في ظله، ومنهم رجل تصدق بصدقة حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فهل أنت منهم؟ أسأل الله أن تكون منهم.